أيها الحظ الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أينما كنتم أسعد الله صباحكم هذا بكل خير، وحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وحييكم من هنا من ميدان اللبسة لسباق الهجن، حيث التواصل يستمر مع هذه الانطلاقات في يومنا الثاني الذي يحتضن فئة اللقاية وفي الفترة الصباحية لأبناء القبائل مع الخمسة كيلومترات التي نتابع فيها التحدي والإثارة، علما بأن الجائزة للفائز بالمركز الأول سيارة، ومن المركز الثاني وحتى المركز السادس جوائز نقدية قيمة رصدت للفائزين. شكرا أيضا لإخواني المعلقين الذين سبقوني بالتعليق، وأنا بدوري سالم بالركاض العليلي أحييكم أجمل تحية، وأذهب أيضا مع هذا الشوط تفصيلا وتعليقا على المراكز الأولى. نتقدم مع المركز الأول لنعطيكم مياس خليفة بن راشد بن سالم الضبعة من يتقدم إلى المركز الأول ليعلن وجوده ويسجل حضوره في هذا المهرجان وفي هذا الشوط. أما المتابعة من المركز الثاني يأتينا اللكزز وحمد بن محمد الرزق العجمي من يتقدم بالمركز الثاني. المتابعة من المركز الثالث مغوار سعيد بن فايل بن حمد الزرعي الذي يأتينا أضيف من السلطنة بالمركز الثالث. والمركز الرابع شياطين، والله يكفينا شر الشياطين، مصبح بن سالم بن سعيد بن حلوك. هناك المتابعة من هملو سلطان المبارك الرفيس يأتينا بالمركز الخامس، ولكن ما يكفي انتقل إلى المركز الثاني. أما المركز الرابع في هذه اللحظات سراب لأحمد بن سالم بن مسلم العامري. والمركز الخامس فهنا اللكسس حمد بن محمد الرزق العجمي. أما سادس المراكز مغوار سعيد بن فايل بن حمد بن علي الزرعي. هذه الأسماء، هذه الأسماء يا مشاهدين يا متابعين. انتهينا من 2 كيلومتر والرفيسة رمح يقاع. الرفيسة يا سلام يا سلام يا أبو ميد، يا سلام يا أبو ميد، خلك على هذه السرعة، اطلع يا ولد اطلع اطلع وتسيد الميدان، تسيد الشوط، تسيد الملعب. هذا هو هملول سلطان بن مبارك الرفيسة الاجتبي من يتقدم إلى المركز الأول. الشاعر متواجد هناك أيضا. مياس خليفة بن راهي بن سالم الضبعة الاجتبي ينسحب انسحاب إلى المركز الثاني، وعاد بهجمة مرتدة قوية، ما بيعطي الرفيسة المجال أن يستانس بالمركز الأول. يقول له أنا موجود أنا موجود أنا الضبعة أنا الضبعة موجود باكلكم. يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا شوفوا الصراع. نتأخر قليلا يا علي، نتأخر وناخذ المركز الثالث. فهنا القدوم أيضا في هذه اللحظات. يتواصل شياطين، مصبح بن سالم بن سعيد بن حلوك دوروا له براسه الشيطان، ما أعرف وين ما أعرف وين بيصير هالشيطان، يصير قدام يتراجع ورا يذهب وين وين رايح. نقول لك هني 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 الصراع. المركز الرابع يتواجد سراب أحمد بن سالم بن مسلم العامري الذي يأتينا بالمركز الرابع. والمركز الخامس فالوصول من قبل الشامي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي. أما المركز السادس أشقر حمد بن عبد الله بن سعيد العويسي. هذه الأسماء، هذه الأسماء يا متابعين يا مشاهدين. الراقب الضبعة والرفيسة في المقدمة في صراع مستمر على السيارة، على السيارة كل واحد قابض له طرف من السيارة. الله يعلم، الله يعلم بالمفتاح وين يصير، الله يعلم بالسويج وين يصير. أقرب للضبعة، أقرب للضبعة، خذ 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 السيارة، خذ السيارة كاملة كاملة في هذه اللحظات. هني أيضا يتواجد اللي هو مياس خليفة بن راشد بن سالم الضبعة الاجتبي، هو من يتقدم إلى المركز الأول. المركز الثاني هملو سلطان بن مبارك الرفيس الاجتبي الغادم. أيضا نقول الشامي محمد بن خاتم بن محمد الشامسي. المركز الرابع فهنا الوصول أيضا من أشقر حمد بن عبد الله بن سعيد العويسي. يأتينا العويسي بالمركز الرابع من الجانب الآخر. الشعار الوردي، الشعار شعار الحب، شعار النصر، شعار التحدي. هني يأتينا سراب محمد بن سالم بن عوي الشامسي بن عوي غادم أيضا. هناك أيضا الوصول والهجوم من قبل الشامر حمد بن غريب بن راشد الاجتبي. هجم بن غريب، أي هجم بن غريب. أيضا الوصول من نسناس أحمد بن محمد بن كراد المهيري. يا مرحبا يا مرحبا يا أبو منصور، ترحب بغيري وأنا الولهان. هو ولهان على الناموس، هو ولهان على السيارة.
سياره يحرك ابو منصور يحرك، امس ماخذ نقطتين بهذا الشعار، واليوم يبحث عن النقطه الثالثه، اليوم يبحث ايضا في فئه اللقايه، هذا هو شعاره، هذا شعار بن كراز، يطلع الى المقدمه، حرك يا ابو منصور حرك، لان الامور ما تتحمل الشوط في حنه ورنه، في قوه جعادين، في قوه شعارات، في قوه ايضا اصاله، تتواجد هناك المركز الثاني، فانا حشيم مطر بالعيد بالكوز، الفلاسي ياتينا بالمركز الثاني، من وين اتانا بالكوز؟ هو هل هو طلع من تحت الارض او نزل علينا من السماء؟ لما كان موجود في الاذاعه، هني ايضا سلام محمد بن سالم بن عوي الشامسي، يا بن كراز ياك بن عوي، ياك الشامسي يا المهيري، ياك الشامسي يا المهيري، يتابعك على السياره، يتابعك على الناموس، المركز الثالث يقترب ايضا حشيم، مطر بالكوس الفلاسي، المركز الرابع القادم، فالوصول من قبل جهائيل، سالم بن حزيم الفلاسي، بن حزيم وصلنا بالمركز الثالث، بالمركز الثالث والقدوم ايضا من حشيم، هني ايضا بالكوس، يا بو ولعت نار، القادم القادم القادم، يا مرحبا من حاج، يا مرحبا من حاج، من حاج حمد بن سعيد، اشمطي نشتبي، اشمطي قادم، اذا ما خانني التعبير، اذا هذا رقمه ولكن ما هو شعاره، ولكن الامور مشتعله، الامور مشتعله، بسلام، يلا يا بن عوي، بن عوي الشامسي، ولكن الهاجم شاهين، عبد الله بن سالم بن حزيم، يا بن حزيم، يا بن حزيم، شد الهمه، روح لان الامور بدت، ولكن سراب بن عوي، سراب بن عوي هو الخطير، هو السريع، هو صاحب الناموس، هو صاحب الانتصار، يطلع من المعمعه، يطلع الى السياره، يطلع الى الناموس، يطلع الى المركز الاول، هذا هو سراب محمد بن سالم بن عوي الشامسي، ولكن الهجوم 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 من المركز الثاني، من حاش الشمطي، من حاش الشمطي، وبن كراز، ومنصور، يا ابو منصور، يا ابو منصور، يا ابو منصور، بن كراز يا بن كراز، بن كراز يا بن كراز، بن كراز يا ابو منصور، ابو منصور، ابو منصور، ابو منصور، بن كراز، يا سلام، 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 سلام لاحمد بن كراز، سلام لاحمد بن كراز المهيري، الله الجماهير كلهم يشجعونك اللي عندنا متواجدين، تهانينا والناموس، الناموس يا ابو منصور، راعي نسناس احمد بن محمد بن كراز المهيري، انهنيه على فوز نسناس بالمركز الاول، شاهدنا وراقبنا المركز الثاني، وصلنا سراب لمحمد بن سالم بن عوي الشامسي، والمركز الثالث فهنا الوصول من منحاش حمد بن سعيد الشمطي الاشتبي، والمركز الرابع فوصلنا عبد الله بن سالم بن حزيم على ظهر شاهي، والمركز الخامس فالمعذرة كان الدخول جماعي. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء استمتعنا، التوقيت الزمني 7:53 وسبع اجزاء من الثانية، تهانينا لاحمد بن محمد بن كراز المهيري، نهني على فوز نسناس بالمركز الاول، اما اللي وصل بالمركز الثاني كان من نصيب سراب لمحمد بن سالم بن عوي الشامسي، 7:53 تسع اجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، المركز الثالث من حاشا، وصلنا بالمركز الثالث حمد بن سعيد الشمطي الاشتبي، التوقيت الزمني 7:54 و2 جد من الثانية، تهانينا والناموس.